فكلمه تقصير لا طبعا. باتريس كالترون مدرب عمل كل ما في وسعه في ظل امكانياته هو، في ظل شخصيته هو، في ظل ادارته هو. دايما بلوم على المدرب بجزء كبير قوي من المنظومه، لان المدرب هو كل حاجه، هو اللي بيقول خلي بالك. ودايما لما يجي الشخص يمسك منصب او يمسك مكان في اي مكان في الدنيا، خلينا نتكلم بقى في الكوره، هو مسك تولى، اي حد يجي تولى مسؤوليتنا الاهلي لازم يقول انا عايز لعيبه مش عايز لعيبه، انا عايز جهاز فني مش عايز جهاز فني، انا عايز كذا وكذا وكذا معايا في الجهاز، انا مش عايز كذا وكذا معايا في الجهاز، لان هو الوحيد اللي في الاخر هيقول له شكرا مع السلامه، هو الوحيد اللي في الاخر اللي هيتسال. فما ينفعش ان انا اقعد وبعد كده لما اجي امشي، انا بتكلم في العموم ما بتكلمش على باتريس كالترون دلوقتي، ما ينفعش ان اجي لما امسك نادي اهلي او اي نادي بقى اقول وانا جاي ماشي اصلا انا كنت عايز، لا طبعا، انت كان في ايدك كل حاجه تعملها وانت موجود وفي ايدك ناس بتساعدك في كل حاجه، فما ينفعش بعد ما امشي بتكلم بصفه عامه تاني. لكن لما اجي اتكلم على باتريس كالترون بصفه شخصيه، هو عمل كل ما في وسعه، الراجل ما قصرش في اي حاجه، الراجل طلع كل حاجه، لكن امكانياته واسلوب لعبه هو كده يتناسب مع النادي الاهلي، ما تناسبش مع النادي الاهلي للاسف الشديد. فطبعا لازم نوجه له الشكر هنا، او انا اوجه له الشكر بصفه خاصه جدا، ويعني نقول له باد لك، كان ممكن يعمل انجازات كبيره جدا مع النادي الاهلي، كان عنده بطوله كبيره جدا بحجم افريقيا، كان ممكن يتوج داخل النادي الاهلي ويتوج في قلوب الجماهير الاهلاويه، ولكن خلاص الحمد لله، واللي عايزه ربنا كان خلاص، وان شاء الله يكون اللي جاي احسن بكتير. لازم نقول له شكرا، ما قصرتش في اي حاجه خالص، لكن الدنيا ما مشيتش زي ما انت عايز. الاسلوب بتاعك لو نجح في مكان هيبقى صعب جدا في النادي الاهلي ان هو ينجح بيه، اللعيب نادي الاهلي عايز شخصيه. اتكلم بقى عن